أكثر من 80 شركة استثمارية روسية و19 اتفاقية ونحو 70 مشروعاً اقتصادياً، وبتكلفة تصل إلى مئات المليارات السورية فرضتها روسيا على الحكومة السورية خلال الأعوام القليلة الماضية. بعد سنوات على تدخلها المباشر في سوريا، بدأت الغايات التي أضمرتها روسيا وراء هذا التدخل تطفو على السطح بعيداً عن خطابها الإعلامي المزيف. فمع دخول العام 2018 بدأت روسيا بوضع يدها على مشاريع اقتصادية حيوية في سوريا بحجة تعويض خسائرها، ومنها إحكام قبضتها على قطاع الحبوب والأغذية بسيطرتها على مطحنة الفداء في حماة بإنتاج يصل إلى 400 طن من الطحين يومياً، وصوامع الحبوب ومطحنة غرز في درعا بطاقة 100,000 طن، وبناء 4 مطاحن في حمص بكلفة 70 مليون يورو، ليصبح القمح الذي يشكل المادة الأساسية لغذاء السوريين في يد روسيا بالكامل. استثمار شركات روسية في قطاع مياه الشرب في محافظة اللاذقية بقيمة أكثر من 17 مليار ليرة سورية في الوقت الذي ما تزال فيه المحافظة تشهد أزمة خانقة في مياه الشرب حتى اليوم. قيام شركات روسية بإعادة تأهيل معمل إطارات حماة وإنشاء معمل إسمنت في مدينة حلب، إضافة للسيطرة على قطاع السياحة والإسكان من خلال عدة مشاريع كإعادة تأهيل قرية المنارة السياحية في طرطوس بكلفة 90 مليون دولار، ووضع يدها على مشروعي ماروتا وباسيلي سيتي اللذين ينفذان في المنطقة العقارية جنوب دمشق، لتكون روسيا المستفيد الأكبر من الموارد السورية والمتحكم الأول باحتياجات الشعب السوري، ممهدة لبقاء طويل الأمد على الأرض السورية.